السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة الأخبار الثقافية من تلفزيون سلطنة عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جمعية الصحفيين العمانية وكلية البيان توقعان على اتفاقية تعاون مشترك بينهما في العديد من المجالات. عادات رمضانية حميدة يحافظ عليها أبناء ولايه البريمي. وانطلاق الدورة 20 للمهرجان الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا. أهلا بكم. في إطار تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين من أعضاء جمعية الصحفيين العمانية، وقعت كل من جمعية الصحفيين العمانية وكلية البيان على اتفاقية تعاون مشترك بينهما في العديد من المجالات. وتتضمن الاتفاقية عددا من البنود، أهمها تقديم كلية البيان إلى جمعية الصحفيين العمانية 3 منح دراسية للحصول على درجتي البكالوريوس أو الدبلوم في التخصصات الأكاديمية والإعلامية المعتمدة بالكلية لأعضاء الجمعية من الصحفيين والإعلاميين العمانيين. كما تتضمن بنود الاتفاقية خصما لأعضاء الجمعية وعائلاتهم على الأجور الدراسية في الكلية بنسبة 35% من مجمل الأجور الدراسية لمن ترشحهم الجمعية للدراسة في الكلية. من جانبها ستعمل جمعية الصحفيين العمانية على إشراك عدد من طلبة كلية البيان في الدورات التدريبية والتطويرية التي يقيمها الجمعية لأعضائها ضمن برامجها التدريبية، كما ستقوم الجمعية بإشراك أساتذة وطلبة كلية البيان في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية. نعول حقيقة على الاتفاق الذي تم اليوم، وبالتالي هي شراكة نابعة من إيمان المؤسستين بأهمية الشراكة بين قطاع الخاص متمثل في الكلية التي تقدم برامج تعليمية في مجال الإعلام. لدينا حقيقة لجنة معنية بالتطوير والتدريب الإعلامي المنتسبين للجمعية، لديهم برامج داخلية وخارجية، ربما يكون هذا أحد البرامج المحلية التي ستقوم بها الجمعية من خلال تأهيل الكوادر الموجودة في وسائل الإعلام المنتسبين للجمعية. هناك نظرة إيجابية أيضا من قبل بعض المؤسسات خارج عمان لتقديم مرئياتها في هذا الموضوع. المرحلة القادمة ستشهد حراك طيب وجيد أيضا في هذا المجال. تشهد ولاية البريمي الكثير من العادات الرمضانية الحميدة التي تعد إرثا من الأجداد وما زالت تقام إلى اليوم. وفي التقرير التالي نسلط الضوء على اللقاءات الرمضانية التي يحييها أهالي منطقة الرابي بوادي الجزي في ولاية البريمي. يأتون من بين البيوت الطينية القديمة، يتقدمهم الأكبر سنا، يقبلون على بعض متهافتين بالسلام، فرشهم الكرم من بين أيديهم ويجمعهم رمضان. قبل ذلك وفي وقت العصر تقضى أوقات أهل منطقة الرابي هنا في مزارعهم بين مائهم وخضرتهم، معتنين بما حب الله هذه المنطقة من نخيل وزرع يفيء بكل خير. وعودة إلى وقت الإفطار تراهم منتظرين على موائد متنوعة مما يجود به الخيرون. يلتم أهل هذه المنطقة صغيرهم والكبير في عادات اعتادوا عليها سنوات طويلة، اعتادوا على لقاء الأحباب ورؤية الأصحاب. أنا أعمل في العادات الأولية مع أهلنا الأوليين في اجتماع بعد قبل المغرب، يعني يتولفوا كلهم مع بعض ويفطروا. ذيك اليوم ما متوفر مثل الحين، كل شيء موجود، جاب تمر وماي وقهوة وحضروا واجتمعوا وفطروا. احنا اهل وجماعة هذه المنطقة، يعني منطقة الرابي، ونتجمع يعني في الاعياد وفي المناسبات مثل رمضان، انزين، وكلنا بتقول اهلية يعني، انزين، وهاي عادتنا يعني، والحمد لله رب العالمين. منطقة الرابي والمعروف عنها تراثها وسكنها القديمة، فما تشهده هذه الأيام المباركة من عادات رمضانية هو ما اتفقت عليه السنين، هكذا كانوا يلتقون وما زالوا يلتقون. طال عمرك هذا موروث قديم، لا باخذوا من الأجداد ورثوا لنا احنا، وهذه العادة طال عمرك
تألف بين الناس ماشي كماها، يعني الألفة بين أهل البلد وبين أولاد العم وبين أولاد الخال هذا ماشي كماها. هاي التوليفة بين الأهالي فيها فوائد كثيرة، ومنها أيضا صلة رحم وقربة بين الناس، كذلك امتثال للدين الإسلام الحنيف الذي يأمر بالوحدة وينبذ الفرقة والخصام وهكذا. على محامد هذه العادات الجميلة تقضى الليالي المباركة، وتبقى هذه الشواهد ما بقيت هذه العادات، وعادات الخير لا تنقضي من قلوب المحسنين. من منطقة الرابي بولاية البريمي، عيسى بن خلفان الكعبي. شهدت أكثر من 100 مدينة حول العالم انطلاق فعاليات المهرجان الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا بنسخته 20 في نفس التوقيت، ومن بينها مدينة القاهرة. انطلقت الدورة 20 من المهرجان الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا والذي تستضيفه أكثر من 100 مدينة في نفس التوقيت من بينها القاهرة. ومن بين 150 فيلما مشاركا هناك 16 فيلما مصريا تمثل التجارب الأولى لمجموعة من الفنانين الشباب، وتعكس آراءهم وأفكارهم بأساليب فنية حديثة. هو الفكرة أنا شغال رسوم متحركة، أنا بلعب على الخط واللاين والقدرة اللي بينقلها الخط بدون أن يكون له رمز أو دلالة رمزية أو دلالة على الفورم بتاعه. بحاول أقول هل الخط هو مجرد بيستطيع أن ينقل بعض الأحاسيس وبعض الانطباعات للناس. تبلغ مدة الفيلم 3 دقائق لا تتضمن المقدمة والأسماء، مما يمثل تحديا فنيا كبيرا للمشاركين ولجان التحكيم. نحاول أن احنا نلاقي فكرة تصلح لأنها تنفذ بشكل تقني محترم وبشكل فني محترم في خلال 3 دقائق، وده أصعب حقيقة من الفيلم الطويل. الفيلم الطويل أنا عندي فترة بقدر أن أنا أعرض فيها الخط الدرامي بتاعي. تدور فعاليات المهرجان بمركز الصورة المعاصرة ومدرسة السينما بجمعية النهضة الثقافية والمعهد الثقافي الفرنسي. من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد الحالة المدارية الأخيرة، شلالات درباك ترسم لوحة جمالية تبهج النفس وتسر الناظرين. أهلا بكم من جديد. دانيال عيسى لاجئ سوري في فرنسا يصنع علامة تجارية خاصة من الأحذية الرياضية الفاخرة، ويصنع عيسى أحذية جلدية تجمع بين البساطة والأناقة، تزينها أشرطة مطاطية بدلا من الأربطة العادية. مستقبل غامض كان يواجه هذا الشاب دانيال عيسى عندما فر من بلده سوريا في 2014 لاجئا إلى فرنسا، إذ لم يكن يعرف سوى القليل من الناس والنزل اليسير من اللغة، لكنه الآن يبيع علامته التجارية الخاصة من الأحذية الرياضية الفاخرة لأثرياء باريس وهوليوود. ويصنع عيسى أحذية جلدية تجمع بين البساطة والأناقة، تزينها أشرطة مطاطية بدلا من الأربطة العادية،
وقال عيسى من متجر يعرض 28 طرازا من أحذيته إن الممثلة ووبي جولدبرغ طلبت شراء أحذية منه بعدما شاهدت نموذجا أوليا في قدم صديقة لها في عرض للأزياء بالولايات المتحدة وسألت عن مصممه. الشاب ذو 30 عاما درس الموضة في دمشق لكنه تخلى عن أمله في أن يكون له عمله الخاص في وطنه ولاذ بالفرار من الحرب ليستقر به المقام في ليل قرب الحدود البلجيكية ولم يرى أسرته منذ ذلك الحين. وبعدما تعلم الحياكة على يد جدته كان على عيسى أن يكافح لإقناع والديه بأن الموضة ليست شأنا يخص الفتيات فقط وقال إن باقي أسرته كانوا ضدها لأنها كانت مهنة للنساء ولم تكن للرجال لذلك كان هذا سرا بينه وبين جدته وكان يقوم بذلك دون علم أسرته. ولم يكن قرار عيسى بترك دمشق سهلا لا سيما وأنه كان قد أنشأ بالفعل ورشة وافتتح متجرا بالعاصمة التي أفلتت من المعارك الكبيرة على النقيض من مسقط رأسه حمص. ويحمل كل زوج من أحذية دانيال عيسى كلمة محفورة تحت لسان الحذاء الحرية أو القبلات أو السلام وقال إن الجميع يتحدث عن السلام العالمي لذا فهو يأمل حقا أن ينعم العالم يوما ما بالسلام. وسيفتتح السوري الشاب أول متجر له خلال أسبوعين والأحذية من تصميمه معروضة بالفعل في بيفرلي هيلز وباريس وأجاكسيو وكورسيكا. لا تنحصر مسؤولية الحفاظ على تاريخ الأوطان وتراثها على الحكومات بل للأفراد دور محوري في ذلك وقد ترجم الفنان الصيني الشهير جاكي تشان هذه المسؤولية بشرائه 4 أحياء سكنية تاريخية. لم يكتف الفنان الصيني جاكي تشان بأن يكون أيقونة فنية لبلاده بل أراد أن يكون طرفاً في مهمة الحفاظ على تاريخ الصين وإرثها. ابتاع جاكي تشان 4 أحياء سكنية تاريخية وقد امتد تاريخها من عهد الإمبراطور مينغ وحتى فترة حكم الإمبراطور كينغ أي من القرن 14 وحتى القرن 20 وجميعها بنيت من الخشب. وكما هو معروف عن متحف قمر على البحيرة في مدينة بينغبو فإن قطعاً من مباني تلك الأحياء سيتم الاحتفاظ بها في هذا المتحف الذي يضم قرابة 450 مبنى. أتمنى لو يعود بالزمن مرة أخرى وأكون في مسقط رأسي حيث أرى أمي التي لا يمكنها العودة إلى هذه الحياة. إن روح والدتي الحبيبة حاضرة هنا في هذه المنازل كما أن جهودي في الحفاظ على هذه الأحياء قد حصدت ثمارها. لقد أصبح لدي الآن منزلا في القرية التي ولدت فيها. وعمد الفنان السينمائي في السنوات الأخيرة إلى نشر الوعي حول حماية البيئة والثقافة في أفلامه مستلهما التوجه في المحافظة على الأحياء التاريخية من والده. منذ 20 عاما وهونغ كونغ ليست جزءا من الصين وأصبح من الصعب العودة للعيش هنا ولكنني لم أألو جهدا ليحقق أمنيتي. في ذلك الوقت لا يمكن للسيارات أن تعبر الأزقة في بكين. والدي كان هرما ولم يتوفر في ذلك الوقت أجهزة التكييف أو التدفئة. وبنصيحة من مهندس معماري أعاد جاكي تشان تدوير البيوت المتهالكة محولا إياها إلى قطع فنية مثل تنين ميكانيكي وتمثال أسد استعرضها في مركز المعارض الخاص به. الحالة المدارية ميكونو التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية أدت إلى جريان الأودية واخضرار الأرض في محافظة ظفار وهذه مشاهد من شلالات دربات التي تدفقت مياهها لترسم مشهدا جماليا أبدعه الخالق عز وجل يسر الناظرين ويبهج النفس.
وفي ختام نشرتنا الثقافية هذا تذكير بأبرز العناوين. جمعية الصحفيين العمانية وكلية البيان توقعان على اتفاقية تعاون مشترك بينهما في العديد من المجالات. عادات رمضانية حميدة يحافظ عليها أبناء ولاية البريمي. وانطلاق الدورة 20 لمهرجان الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.